بسم الله الرحمن الرحيم. الأرواح العطشة من أهم القضايا في حياة المسلم فردا كان أو جماعة، رئيسا كان أو مرؤوسا، قضية الربانية ورقة القلوب وشفافية النفوس. ذلك أن من مقتضيات الإيمان الحقيقي الإيمان الحي، وليس إيمان الرسم أو إيمان الاسم. الإيمان روح دفاقة، له حين يصح وحين يصدق له آثار عظيمة في العقول وفي القلوب وفي الأعمال، في الفرد وفي المجتمع وفي الأمة والناس أجمعين. هذا هو الإيمان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ورب عليه أصحابه رضي الله عنهم على التوحيد الخالص النقي، وهو الاعتقاد الذي تنطوي عليه ضمائر القلوب تصديقا وتدركه الأفهام والأذهان يقينا وتمارسه الجوارح محبة ورغبة ورهبة. لقد كانت العقيدة بل الإيمان عند أولئك الرعيل الأول حياة تزدهر بها الحياة، وتذوقا قلبيا راقيا تحيا به الضمائر، وتخلقا عمليا رائقا يزدان به السلوك. ثم تحول للأسف مع مرور الزمن وتغير الأحوال إلى منطق وكلام وحدود وردود وطرق خرافية وعادات عادية، ففقد أصحابه الصفاء الجذاب والمؤثر والعمل الفعال المغير، وأصبحت الشخصية الإسلامية لا تكاد تحمل روحا ولا تجذب نفسا ولا تولد خلقا. الكتب والبرامج التي لم تكتب بدم القلب كتب ميتة أو محتضرة، وأخفقت كثير من كتب الفلسفة والمنطق والكلام في حل مشكلات الحياة، لأن أصداف لامعة خالية من اللؤلؤ، خالية من الروح. الأرواح العطشة تموت ظامئة ولا تصل إلى مسارها. نسأل الله أن يروينا بري الإيمان. أستودعكم الله.